نصيحة الأباء، يعني بعض الناس يتزوج امرأة ثانية ويترك الزوجة الأولى مع أولادها منهم، فكيف أقول له ما أقول لهؤلاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعندما أعطى يعني بشير بن مسعود والد النعمان بن بشير أعطى بعض أولاده هبة وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. نعم. يعني وهذا سبب يعني من أسباب إيغار الصدور والأحقاد بين الناس، فينبغي على الآباء أن يعدلوا بين أولادهم وبين نساء. لكن شيخنا يؤذي أنه لا يستطيع أن يعدل، هل يستطيع يتزوج امرأة ثانية؟ مفروض عليه مشروط بالعدل. نعم. العدل بين النساء في المبيت والنفقة. نعم. هذا يعني هذا واجب يعني. طيب شيخنا.